السلام عليكم اخواني اخواتي، بعطيكم معلومات بسيطه. هي مو بسيطه بس بالنسبه لي انا بسيطه، شايف نفسي شويه عادي. انزين، اني عند الغده الدرقيه، في ناس عندها اعراض الغده الدرقيه، دش في مليون عرض حق الغده الدرقيه سواء نشطه ولا خامله، هذه لها اعراض وهذه لها اعراض. وفي امراض خلاص سواء اعراضها نشطه ولا خامله اعراضها واحده، يروح يسوي فحص. يسوي فحص شنو؟ القده الدرقيه. ربي لك الحمد يقولوا لا ما فيك غده درقيه، بس شلون هذه اعراض الغده الدرقيه بس ماكو؟ وين السر بالموضوع؟ في سر، هي عندها مشكله بالغده الدرقيه ولكن بالتحليل مبين ان ماكو شيء. هني سر اللي لازم تعرفه، هذا اللي يخفونه عنك، مو يخفونه عنك اصلا ما يعرفونه، ابيك انت تعرفه. انت خلنا نعطي دلائل بسيطه ان الغده الدرقيه مو مضبوطه عندك. عندك تكيسات بالمبايض، تكيسات بالصدر، استروجين عالي كله، مو قاعد تروحين نادي وكل شيء تسوين بس مو قاعد تضعفين، شعري تساقط، ريجك كله ناشف 24 ساعه، بعد شنو شنو شنو، كآبة، الذاكرة أمولية. سجل عندك 7257، يلا عيد كم؟ ها شنو؟ تو قايلين له شنو ذاكرة ماكو، لا يعجب ده. أوكي؟ وفي وايد أعراض بس هذا اللي طالع الحين. خبلش بالموضوع. والغدة الدرقية مهمة مهمة يعني لدرجة ما تصورها حق جسمك، ليش؟ لأن تنتج هرمون T3 وT4. T3 وT4 هذول يروحون الكبد. بعدها يطلعون من الكبد ينتشرون حق الجسم كله وحق الخلايا. ماكو خلية بجسمك يعني تشتغل إلا من الغدة الدرقية. إلا من شنو؟ من اليود. لازم 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 تشتغل من الهرمون هذا. يعني تخيل مكينة سيارة مو فيها مثلا زيت وبنزين وماء يحطولها من شنو، تخيل ماكو ماء شلون تشتغل سيارة؟ تشتغل بس أداءها مو زين راح يكون وتخترب المكينة، فتحتاج ماي. عشان كذي هذه الغدة الدرقية يحتاجها الجسم كله، يحتاج الهرمونات اللي هو T3 T4. أوكي، شيء مهم شيء مهم شيء مهم، يعني لا تطوفة، لا مهم جدا حق جسمك. الحين راح نبلش بصلب الموضوع، اتفقنا؟ احنا مو قلنا الشخص اللي فيه أعراض غدة درقية راح يمستشفى، شيك والله يقولوا لي غدة درقية، شيك سوى فحص ما شاء الله تبارك الرحمن ما فيك شيء، يقومون يعطونا أدوية حق مال مرض ثاني. استغفر الله العظيم. انزين، بالحلقة هذه راح تكتشف الأسرار. شنو هذا؟ أخصائي ولا ساحر؟ المهم هذا يطلع معي، سامحوني. شفتوا الأوراق هذه كلها؟ احفظوها عدل، ها؟ دايمًا كلفس حاس سبيت. أوكي؟ الغدة الدرقية تزوجت. تتزوج بعد مو بس انتو، يابت 4 عيال الله يخليهم ويبارك فيهم ان شاء الله. اول ولد عندها شنو اسمه؟ البرومين. ولدها اسمه برومين، تم تختخ شوي. ثاني ولد شنو اسمه؟ الكلورين. ثاني ولد. ثالث ولد شنو اسمه؟ الفلورين. اسمه شي الفلورين ولدهم. رابع ولد اسمه اليود. اوكي، هذا اليود. الأم هذه شنو تحب أكثر واحد فيهم؟ تحب اليود. ليش؟ لأنه يعني وايد زين ودائما يخدمها وما يقصر معاها ويبر الوالدين. هذا منو؟ اليود. باقي الثلاث إخوان هذول صايعين ضايعين 24 ساعة يصرفون بالفلوس ومأذين الأم. أوكي، الأم منو تحب؟ قلنا تحب اليود، ما تحب الباجين. والغدة الدرقية ما تشتغل إلا باليود، أساس تعطيك وظائفها كلها والجسم يستفيد منها إلا بشنو؟ باليود. لما أحنا نسوي الفحص ويكون اليود مو موجود بس أعراض غدة درقية ونسوي الفحص يقولون شنو؟ يقولون لا ماكو شيء. هني إذا طلع اليود من يدش مكانه؟ اللي يدش مكانه إخوانه. الله، اللي يدش مكانه منو؟ إخوانه، اللي هو شنو؟ الكلورين والفلورين والبرومين. لما يدشون مكان الغدة الدرقية يسوون هرمون التي 3 وتي 4 يسوونه، ففي الفحص يبين انه ما في شيء، بس لكن هم قاعد يسوون الهرمون بس الهرمون جسمك مو قاعد يستفيد منه من اي شيء،
عشان كذي بالفحص يقولوا لك لا ما فيها شيء غدتك الدرقية، عرفتوا؟ انا ما راح اخليكم، ما راح اخليكم. اني عند البرومين، شنو البرومين هذا؟ البرومين هذا موجود بالستاير، بالاقمشه، بالكنابل، ملابس الرياضيه، مفول البرومين. اوكي، اني عند الكلورين. الكلورين وين موجود؟ بس بنسبه قليله بالماء لما تقرا الكلور. اوكي، هو 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 مضر حبه بسيطه بس، ولكن اذا اخوهم اليود مو موجود لا. اني عند منو؟ الفلورين. الفلورين شنو؟ الفلورايد. وين موجود الفلورايد؟ كيفكم؟ ما بيقول. اذا جسمك ما في يود، الثلاثه هذول راح يدشون الغده الدرقيه وينتجون هرمون تي 3 تي 4 ولكن بلوشي. بالفحص يبين ان غدتك الدرقيه 100%. عرفتوا من ياخذون مكان الغده الدرقيه؟ عرفتوا؟ يعني انت او انت حضرتك ما تاكلين سمك، ما تاكلين لا محاريات ولا اسماك بحريه ولا اي شيء، ولا اعشاب البحر، وتسوين هذا اللي فيه شو اسمه فلورايد، وتلبسين اقمشه وايد رياضيه هذه النايلون، و24 ساعه بالمسبح اللي فيه كلور، وتساليني عن الغده الدرقيه، فزلت. بطلع باون انا. كله جنجفه، شنو هذا؟ ما يصير ما يصير ما يصير. بس ولكن اذا دخلتي اليود، اول ما تدخلين اليود ايش يقول حق اخوانه البرومين والكلورين والفلورايد؟ يطلعهم فناقر برا. يلا يلا برا 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 برا، ليش داشين انتوا؟ انا الزين، انا اللي احكم، مو انتوا اللي تحكمون. عرفتوا شلون؟ الحين حضرتك انتي سمعتي فيديوي، بضاري بضاري قال لنا كليود كليود، كليت يود، ها الاعراض شويه قامت تخف، والله وناس الحمد لله على البركه، والهرمونات اللي بالغده الدرقيه قاعد تشتغل. تبينها تشتغل بشكل اسرع؟ اليود عنده رفيج يعرفه من 15 سنه، بس يشوفه مو يستانس الا يستانس ويهلهل ويرحب فيه. شنو هذا اللي رفيج اليود اللي يستانس يحب اليود؟ سيلينيوم. تذكرون من قبل كم يوم حطيت لكم بسناب مكسرات برازيليه، قلت لكم هذه فيها فل سيلينيوم، دخلوها اذا تبتاكلون سمك. اللي ما شافها راجعوا الحلقه. سيلينيوم دخله مع اليود، اوف راح يشتغلون شغل مو طبيعي. بعدها شنو؟ راح تفهم جسمك، عشان شي شعاري اسمه افهم جسمك. عرفت شلون؟ اليود مع السيلينيوم، الله تناقم تناقم تناقم، هذا يطبل هذاك يرقص. واكيد راح يطلع لي احد بضاري، نعم نعم بضاري بضاري، انا ما احب اليود، احس ازوع ازوع لما ابي اكل سمك او ما اقدر ما اقدر. واذا وهي اذا راحت صالة افراح في لحم لاصق هني، واللي ما يحب اليود ولا ما يحب اليود وغاشة مشويات بجنطتك عشان تعطينهم حق القطوه مالتك. انزين اخذي اعشاب البحر. لا بضاري انا نباتيه، انا ارنوب. انا ارنب بالبيت بس نبات اكل. زين ارنوبه في محلول يبيعونه ما ادري بالكويت او برا الكويت، تحطينه كذي على جلدك نقطه ما ادري نقطتين، والجلدك هو اللي راح يمتص المحلول هذا من جلدك. كذي انت اعطيتي حق جسمك يود. اوكي ضروري لا تهملين الموضوع هذا، مو تقولي رحت ما حصلت، دوري 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 لازم. وابيش تقعدين وايد عند البحر، فمن الاشياء اللي تعطيك يود يا اخي البحر. الله سبحانه وتعالى حاط لك هالبحر ليش؟ في مليون فايده. كافي انه قاعد يشيل لك الطاقه السلبيه منك لانه في ايونات، وكافي قاعد يعطيك يود. تخيل البحر قاعد يعطيك يود، طبعا ما يعطيك بكثره اللي انت تبيها بس قاعد يعطيك نسبه من اليود. تذكرون ليش المره الحامل يقولوا لها تمشي على البحر؟ شوف الاولين كانوا يقولونها لكن ما يدرون معنى الحقيقي، بس كلامهم صح. الحامل البيبي مالك قاعد ياخذ اليود مالك، واليود متعلق بشنو بالبيبي؟ متعلق بالذكاء. المرأة اللي ما تاكل يود وعندها بيبي تشوف البيبي مهلوس، في مو طبيعي مو طبيعي، لان نسبة الذكاء من وين تي اكثرها من اليود. على اساس كذي لما تمشين عند البحر انت قاعد تاخذين يود، ولدك قاعد ياخذ يود. عرفت شلون؟ حياكم البحر. شوف بعد اهمية اليود، في جين سرطاني يبي يتفعل،
الحين جسم سليم ما في شيء، في جين تو مبلش تو بدايته. اليود مع فيتامين دال يمسكون الجين هذا اللي بيتحول على طول، يثبتونه يقولوا له يلا ما تتحول. انا ما اتكلم عن شخص منتشر فيه مرض السرطان، هذا ان شاء الله راح اجهز له حلقه 100%، ولكن انا اتكلم عن تو مبلش تو الجين يبي يقلب. اليود وفيتامين دال يقولوا له اسكت ولا كلمه. عرفت شلون اهميه اليود؟ وما يصير نفس الوقت تعيش على الليكويد. انا ذكرت من قبل شوي ان الليكويد تحطه بيدك كذي هذا يود، ما يصير طول حياتك. يعني حب السمك تكفى، اقعد على البحر، تخيل ان انت بالول، انت زبيدي، تخيل ان هذول اهلك. حب السمك تكفى، اكله والله العظيم ابي لك الفائده. ويمكن اي شخص يقول انا اكل سمك والغده الدرقيه زينه والتحليل زين 100%، شيك على أشياء ثانية هي اللي تخرب الغدة الدرقية، مو بس اليود. قد يكون اليود موجود عندك ولكن عندك الكبد إذا تتعب الغدة الدرقية، الكلتين إذا تعبوا يتعبون الغدة الدرقية، وأهمهم اللي يخرب الغدة الدرقية شنو؟ الاسترس، العصبية، الكورتيزول. يعني شو تسوي؟ أنا ذاك ثلاثة أعشاب اللي هم الماكروت أو الأشواغندا أو الراديولا روزي، هذول ينزلون الاسترس. اذا كان مشكلة الغدة الدرقية من الاشياء اللي انا ذكرتها او من الاسترس، لا عالجها. اوكي، اتمنى غطيت لكم حلقة الغدة الدرقية، واسف على الإطالة. كان معاكم اخوكم الاخصائي محمد الغريب، اشوفكم على خير ومع السلامة.